الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين آه، على محمد. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في القرآن الكريم وفي روايات الرسول الأعظم صلى الله عليه واله والأئمة المعصومين الذكر الذي يكون للأنبياء السابقين كان بما يناسب شأنهم يعني في القرآن الكريم تجليل للأنبياء السابقين أكثر مما هو موجود في كتب ال شرايع السابقة المحرفة طبعاً بل في كتبهم الإهانات والنقائص المتعددة التي نسبوها إلى أنبيائهم للسيد الوالد رحمه الله كتاب باسم ماذا في كتب النصارى ويذكر ما يذكرونه من نقائص لأنبيائهم في كتبهم المقدسه ان هذا النبي والعياذ بالله نبيهم بما هو في كتبهم المحرفه كان يشرب الخمر كان يزني ببناته كان يفعل كذا وكذا من المحرمات ومن المآثم ومما ذكره في الكتب السابقه ما ذكر في الكتب السابقة أن النبي سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأسكى السلام هذا النبي العظيم الذي جمع الله له النبوة والحكم الظاهري والذي سخر له الكون كله أربعة من الذين سخرت لهم الدنيا بأجمعها من المؤمنين ذو القرنين عبد الله بن ضحاك والنبي سليمان ومن الكافرين من غير المؤمنين نمرود وبخت نصر الذين سيطروا على الكرة الأرضية بأجمعها هذا النبي العظيم النبي سليمان قالوا عنه في الكتب السابقة أنه أذنب النبي سليمان أذنب وعصى الله عز وجل بل ترك التوحيد بعد ذلك وعبد الاصنام فمات كافرا هذا ما يذكره يذكرونه في كتبهم مات كافرا عبد الاصنام لذلك الله عز وجل في القران يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لذلك احنا نشوف النقائص والمثالب المذكورة في كتبهم بل حتى نشوف الكتب المخالفين ما ينسبونه للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من نقائص مهازل حقيقة مهازل عندما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل يلعب مع زوجته أمام الناس يرى ما أدري لعب الغلمان السود وكذا ويحمل زوجته طبعا هكذا يصفونه رسولهم هكذا يحمل زوجته على كتفه وهكذا يخرج الى خارج الدار، يعني حقيقه دون شأن انسان عاقل. هنا ايضا مما يذكر بالنسبه الى النبي سليمان على نبينا واله وعليه افضل الصلاه وازكى السلام بعد ان كفر وهكذا مات كافرا مما يذكر في احواله يعني طبعا قضايا كثيرة هسه لو لنا نتطرق في هذا الميدان أفضل هؤلاء اليهود أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا النبي سليمان أفضل منك لأن الله سخر له الريح سخر له الجن سخر له الإنس طبعا النبي سليمان كل هذه كانت له وكان بهذه العناصر الثلاث يسيطر على العالم يعني اذا يكون لك فد مركب سريع تسيطر على كل بلاد مملكتك ومملكه سليمان الكره الارضيه كلها فكان الريح مركبه غدوها شهر ورواحها شهر يعني خلال يوم واحد الفتره الصباحيه والفتره المسائيه في الفتره الصباحيه الشهر الريح تاخذ المسافرين بمقدار شهر سفر في تلك الفتره ففي الفتره الصباحيه يعني في أربع ساعات الريح تاخذ سليمان ومن معه ومن يامره سليمان بان تاخذه الريح الى اي منطقه من بلاده. فهكذا وغ... هذا الشهر الفتره المسائيه ايضا بمقدار الشهر هذه الريح كانت تسير. فله الريح وله عين القطر، عين القطر يعني الصفر. منطقه قريبه من صنعاء اليمن. هناك بالاسبوع ثلاثة ايام هذا الصفر كان صفر مذاب يخرج من الارض فالاجنة والشياطين والانس كانوا يأخذون هذا الصفر المذاب عين القطر يعني عين تخرج الصفر المذاب هذا المعدن ويصنعون به قدور كبيرة وقدور الراسيات اللي يمكن ان يغذون جيش عظيم اللي هو كان جيش النبي سليمان طبعا النبي سليمان. هذا الثاني انه المواد الاوليه للانشاء كانت له ايضا واليد العامله الجن والانس والشياطين ايضا كانوا مسخرين للنبي سليمان سلام الله عليه لم يرد النبي سليمان هذه الامور وهذا الملك العظيم لانه كان يحب هكذا ان يكون ملكا عظيما بيده الامور مسخره وانما كان هذا اعجازه بهذه الطريقة السيطرة على الأرض ولذلك في الروايات أن النبي, صال... أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سليمان كان يلبس ثوبا خشنا من الشعر جدا ويعبد الله من الليل إلى الصباح وفي الصباح لا يذهب إلى الأغنياء تشوف دائما الأغنياء يجتمعون معا ماكو غني يروح يوم فقير ويقعد وياه كان الصبح يعرض عن الأغنياء ويجالس الفقراء ويقول مسكين مع المساكين أنا مسكين مثلكم فهو كان رجل زاهد بكل ما للكلمة من معدة ولكن مع ذلك معجزته تسخير الجن والإنس والشياطين والريح وما إلى ذلك فهذا كان وضعه النبي سليمان حكومته في رواية سبعمائة سنة وستة أشهر وفي روايه اخرى أربعين سنه فقط حسب روايات متفاوته من 13 سنه كان عمره وحكمه الى 53 سنه عمره او الى 700 وكذا حسب اختلاف الروايات انه كان ملكه هكذا فاذا هذه البروج المشيده والقصور وما الى ذلك لم يكن الا ليدخل في دين الله الكافر بهذه الطريقه يعني يجذبهم عظمه النبي سليمان وعظمه ملكه ومملكته في حوار لطيف النمله تقول للنبي سليمان سلام الله عليه انه لما هل تعلم لما اعطيت الريح دون باقي مملكات الله عز وجل يعني ما يمتلكه الله سخر لك الريح دون الباقي النبي سليمان كما في هذه الروايه قال له لما قال حتى تعرف أن الله عز وجل لو أعطى لك كل ملكه هذا الملك الظاهري كل هذه المخلوقات لو كانت لك لكانت تذهب من يديك كما تذهب الريح من يديك يعني هذه الريح تكون صلبة تأخذ سليمان وجيشه إلى منطقة النائية ولكنها بعد اللحظات بعد ان تحط بهم الى الارض على الارض صير هذا الهواء واحد يقدر يمسك هذا الهواء ما يقدر يمسك انتهى فكل الملك لو اعطاه الله لك كان يخرج من يديك كما يخرج الهواء من يديك يعني لا يمكن واحد يمسك هذا هذه الريح وهذا الهواء في فهنا اليهود قالوا اليهود قالوا بأنه كان لسليمان الريح وكان له الجن والشياطين والإنس في خدمة سليمان فما الذي لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا هم أخو ما كانوا يعتقدون بالرسالة الرسول صلى الله عليه وآله قال لي البراق البراق الذي ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحصان الخاص طبعا أصغر من الحصان ركب وذهب إلى البيت المقدس ومن هناك على جناح جبرائيل ارتفع وعرج الله به إلى السماء ليه البراق بس هذا البراق الريح إذا كانت تأخذ سليمان مسيرة يوم مسيرة شهر خلال الفترة الصباحية فهذا البراق خلال ثانية يأخذ النبي من المدينة المنورة أو من المكة لأنه عدة مرات الرسول صلى الله عليه وآله أعرج به إلى السماء مثل الإسراء من موطنه إلى البيت المقدس خلال ثانية فتلك الريح أهم أم هذا المركب بس شنو المقصود بالبراق في روايات مختلفة البراق له وجه آدميا ما أدري حوافره كذا في هذه الرواية أيضا أوصاف للبراق اذا هل هذه اوصاف حقيقيه؟ يعني بالفعل اكو مخلوق يشبه الحصان بهذه الاوصاف الخاصه اللي عندما هذا البراق يمر من على هذه الدابه عندما تمر من على الوديان يرتفع يديها مثلا ما تنزل يعني تمشي مستويه فعندما مثلا تصل الى جبل اليد تقصر والرجل تقصر كذلك هسه هذا اوصاف مختلفة موجودة للبراق في الروايات هسه هل هذه اوصاف تشبيهية او حقيقة أن البراق ملك من ملائكة الله عز وجل للتقريب يذكر كذا احنا سابقا ذكرنا انه ماكو داعي للتأويل ان أمكن حمل الكلام على ظاهره الظواهر محكمة إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره نقول لا بالفعل هناك مخلوق من مخلوقات الله عز وجل بهذه الهيئة كانت مسخرة كان هذا المخلوق مسخرا للرسول الله صلى الله عليه وآله وهو مكتوب في التوراة ولذلك صدقوا اليهود كلام رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا بالفعل البراق أهم من الريح النبي سليمان سخر له الريح خلال فترة وانتهى بعد انتهاء ملكه أما هذا البراق هو ثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله ومما سخر لسليمان هذا كمحور ثاني من البحث الجن احنا سابقا تكلمنا الفرق بين الجن والشيطان لأنه هنا الشياطين والجن كما في الرواية وفي الآيات المختلفة كانت مسخرة قلنا الفرق بين الشياطين والجن سابقا هل ذلك الفرق تام أم غير تام حسب ما مذكور في كتبنا إلا أن السؤال هل الجن مكلف كالإنس؟ الانسان مكلف وهذا واضح، الجن ايضا مكلف اللي هنا عندما سخر هذا الجن والانس هذا التسخير كان تسخير تكليفي يعني انتم ايها الجن مامورون باتباع النبي سليمان فحقيقه كان يؤمر يؤمرون باتباع سليمان ام لا؟ تكوينا اعطيت امورهم بيد سليمان يعني مو بيده مجبور يعمل جبر كان ام باختيارهم بالتكليف احنا عندنا في ما يستفاد من العمومات ومن ادله خاصه بان الجن مكلفون لاحظوا مثلا من العمومات وان من امه الا خلا فيها نذير اي امه من الامم والجن امه من الامم يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم الجن ايضا أتاكم رسل منكم في الآية في سورة الجن إذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إجوا سمعوا القرآن ويرجعون إلى قومهم ينذرون في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه من الأدلة الخاصة أنه أحدهم سأل هل بعث الله نبيا إلى الجن فقال نعم بعث إليهم نبيا يقال له يوسف فدعاهم إلى الله عز وجل فقتلوه كما في رواية الإمام الرضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن موسى علمنا التوراة جن أتى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وقال إن موسى علمنا التوراة وعيسى علمنا الإنجيل فعلمنا القرآن في البحار أن بعض الجن جعلهم الله رسلا إلى قومهم بعض نساء الجن دخلت في الإسلام بس الرسل مو أنه شريعة جديدة لا كانوا يتبعون الشريعة السائدة للإنس كانوا يعملون مع النبي صلى الله عليه وآله الجن قضية الثعبان معروفة في مسجد الكوفة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال أنا ابن خليفتك على الجان وقد مات أبي فأمير المؤمنين قال أنت خليفتي من بعد والدك فإذا الجن أمة مكلفة فيها المؤمن وفيها الفاسق وفيها الكافر قد يتبعون فهنا سخروا لسليمان فيمكن أن يكون هذا التسخير من تسخير التكليف وقد يكون التسخير تسخير تكوين مو بيدهم زمامهم بيد سليمان يامرهم فيطيعون طبعا كان لسليمان ولد رزق بولد الجن كما في بعض الروايات قالوا انه لو مات سليمان احنا نعذب بيد ابنه كما عذبنا بيد ابيه فلذلك قتلوه قتلوه الابن الوحيد اللي كان لسليمان والقي جسده على تخت سليمان كما في الآية المباركة أنه ألقي الجسد على تخت سليمان فمسند حكومته اللي كان جسد ابنه لأنه رفع على الهواء سراجعوا الروايات في التفاسير وبعد ذلك أنابه سليمان رجع إلى الله وهنا ملاحظة التفاتة أنه دائما إذا واحد صبر في بلاء حل عليه نزل به البلاء مصيبة نازلة إذا صبر الله يجازي في الدنيا بأضعاف ما فقده في الدنيا هسه غير الآخرة بما أنه صبر على ذلك كثير من العلماء تشوفون وصلت إليهم المرجعية العليا بعد أن فقدوا أبناءهم في شبابهم صاحب الجواهر هذا في شبابه كان له ولد هذا الولد كان متعلق بابيه جدا والاب متعلق بالابن وهو يقوم بشؤون والده هذا الولد ولد شاب اخذه الله عز وجل توفاه الله فكان يبكي صاحب الجواهر على قبره على جنازته على جنازته قبل ان يدفن وفي نفسه شيء انه هل هذا ابني هناك مرتاح؟ وسؤال آخر أنا من الذي يقوم بشؤوني؟ هو كان متفرغ للكتابة وللعلم فابنه كان يقوم بشؤونه فكأنما أخذته غفوة وسمع هاتفا يقول نحن خير له منك لا تخاف على ابنك ابنك يمنى والله عز وجل أرأف من الأم البرة بالولد الصغير بالرضيع الله ارأف بعبده من الام البره بولدها الرضيع فنحن خير له منك وخير لك منه احنا موجودين اذا ابنك راح الله هو اللي يرزق الله هو الذي يدبر شؤون الانسان ومن يتوكل على الله فهو حسبه وبعد ذلك وصلت اليه المرجعيه العليا بعد ان صبر في فقد ابنه في هذه الايات المباركه بالنسبه للنبي سليمان سلام الله عليه انه بعد ان فقد ابنه عز ابنه وقع على كرسيه هذا الابن اناب سليمان فالله اعطاه هذه القدره وهذه القوه وهذه المكنه الظاهريه ان يحكم الارض وان تسخر له الريح والشياطين والاجنه والانس وان يعرف ان يتكلم بلسان الطيور والحيوانات حتى أن شخص أتى إلى الإمام الرضا سلام الله عليه فرآه ضاحكا فسأله أنه ليش تضحك يا ابن رسول الله قال هنا هناك حمام حمامتان فهدرت إحداهما على الأخرى وقالت كأنما زوج وزوجة فقال الزوج أنه لا يوجد على وجه الأرض أحبه إلي منك إلا هذا الجالس على السرير يعني أشار للإمام الرضا فالإمام فذاك سأله قال هل تعرف منطقة الطير؟ قال طبعا نعرف منطقة الطير وعلمنا منطقة الطير كما كان سليمان يعرف منطقة الطير لاحظوا الكتاب شوفوا الآية المباركة وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح فعطف تفريع يعني بعد هذا البلاء وهذا الامتحان وهذا الافتتان الله عز وجل أعطاه هذه المكنة الظاهرية فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في أصفاد. قالت اليهود قالوا اليهود بقيت واحدة ثم نقوم من عندك بعد أن أثبتت أفضليتك على الأنبياء اللي ذكرناهم بقيت قضية النبي سليمان فماذا تقول؟ بقيت واحدة ثم نقوم من عندك قال هاتوا. قالوا سليمان خير منك. قال لم قالوا لأن الله عز وجل سخر له الشياطين والإنس والجن والطير والرياح والسباع هذه قضية مهينة هذا التسخير وبينا بعض ما يرتبط بالنبي سليمان سلام الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله فقد سخر الله لي البراق وهو خير من الدنيا بحذافيرها الله سخر لي البراق اذا الريح تحمل سليمان مسيره الشهر خلال الفتره الصباحيه فهذا البراق هذه الدابه تحملني خلال لحظات من موطني الى البيت المقدس، طبعا البراق كما في بعض الروايات ما كان مختص بالرسول صلى الله عليه واله وانما كان لبعض الانبياء السابقين ايضا حتى في كتبهم في التوراه والانجيل بان البراق حمله النبي إبراهيم وبعض أوصياء النبي إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وآله فقد سخر الله لي البراق وهو خير من الدنيا بحذا في هذا البراق حقيقة دابة ملائكة من الملائكة أو لا شيء آخر الأولى بأن نلتزم بظاهر الله نقول دابة خلقت لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهي دابة من دواب الجنة وجهها مثل وجه ادمي وحوافرها مثل حوافر الخيل الحافر من الدابه كالقدم من الانسان وذنبها مثل ذنب البقر وفوق يعني جثتها فوق الحمار ودون البغل وسرجه من ياقوته حمراء سرجه الضمير يرجع للبراق الضمائر السابقه كانت ترجع للدابه فهنا اذا سرجها يعني سرج الدابه اذا سرجه يعني سرج هذا المركب وسرجه من ياقوته حمراء وركابه موضع الرجل وركاب هذا البراق من دره بيضاء مزمومه بالف زمام من ذهب عليه على هذا البراق جناحان مكللان يعني محفوفان بالدر والياقوت والزبرجد مكتوب بين عينيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله قال اليهود صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة وهذا خير من ذاك نشهد أن لا إله إلا أنت إلا الله وأنك رسول الله تشهدوا بشهادتين حقيقة كانوا يعني مو متعمدين ولا معاندين ولو كانوا مستفسرين بالفعل إن كان رسولا فنتبعه فأثبت الرسول صلى الله عليه وآله كما في كتبهم كما في التوراة والوسيط عبد الله بن السلام اللي ذكرنا حاله وهؤلاء كلهم امنوا برسول الله صلى الله عليه واله فقال هنا رسول الله بعد ان اثبت افضليته من كتبهم على الانبياء الذين ذكروهم هؤلاء اليهود فهنا يقول رسول الله صلى الله عليه واله بامر مهم وهو بان شريعتي نسخت الشرائع السابقه هل اصل الشريعة تنسخ او ينسخ ام احكام الشريعة تنسخ؟ اصل الشريعة يعني عندما اتت الشريعة الاسلامية انتهت شريعة النبي عيسى نهائيا يعني اصل الشريعة انتهت ام احكام الشريعة انتهت؟ هناك فرق بينهما تارة نقول بان احكام الشريعة نسخت فلذلك اي حكم ما يمكن ان يكون في شريعته في الشريعه الاسلاميه اي حكم من الاحكام ام نقول لا اصل الشريعه نسخت يعني الشريعه النصرانيه نسخت وانتهت ولكن احكام تلك الشريعه هي قد تكون باقيه لا منافاته يعني واحد الان بعد ما لازم يعتقد بالنصرانيه واذا كان شخص نصراني فهو مشرك وهو في النار ان عليه الحجه وعانت ولكن كشريعه يقبل الشريعه الاسلاميه ولكن كاحكام وجزئيات تلك الاحكام والجزئيات هي موجوده في شريعتنا ايضا مو انه تلك الاحكام انتهت لذلك اكون نسخ الشريعه وما واستصحاب احكام تلك الشريعه يعني اذا في حكم من الاحكام الشرعيه ماكو روايه من روايات اهل البيت سلام الله عليهم فاحنا نرجع الى ما ثبت ما ثبتها مو هذا الانجيل المحرف او التوراه المحرفه ما ثبت انه كان في شريعه عيسى او كان في شريعه موسى عليهما السلام او كان في الشرائع السابقه وهناك الايات المتعدده التي تدل على ذلك وكتبنا فيها ان العين بالعين فيها وفي تلك الشريعه هل هذه المساله وهذه الجزئيه الحكم الجزئي يرتبط بشريعتنا نعم ما دام ماكو هناك نسخ لهذه المفرده وهذا الحكم الفرعي فالشريعه السابقه محكمه. فهل هنا استصحاب الشرائع السابقه؟ يعني نستصحب احكام الشرائع السابقه، هذا ما هو مذكور في الكتب الاصوليه بعنوان استصحاب الشرائع السابقه. اذا نشك انه هل هذه الشريعه لا زالت موجوده او نسخت هذا الحكم يعني الحكم الخاص. فنقول باستصحاب الشرائع السابقه بل اكثر من ذلك. مو استصحاب الشرائع السابقه، ما يذكره السيد الوالد في بعض اجزاء الفقه، حكومه الشرائع السابقه. الاستصحاب اصل عملي. احنا نقول حكومه الشرائع السابقه، يعني نفس الدليل بعنوان اماره هو ذاك الدليل الان موجود في شريعتنا. نفس الدليل لذلك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهرة سلام الله عليها عندما أرادت أخذ الفدك وأخذ حقها من القوم استشهدت بالآيات التي تقول وورث سليمان داود وذلك ما استشكلوا وهذه كانت شريعة داود كانت شريعة سليمان ما ترتبط بشريعتكم بالشريعة الإسلامية لا كانت حجته الزهراء سلام الله عليه حجة دامغة انه هذه الايه كانت في تلك الشريعه، هذا الحكم كان في تلك الشريعه ونفس الحكم موجود في شريعتنا، مو على نحو الاستصحاب اللي هو اصل عملي، وانما على نحو الاماره حكم من الاحكام الشرعيه هو قائم في هذه الشريعه، بما ان الوقت اخذنا نبين تفصيل هذه المساله وتفصيل نسخ الشرائع السابقه في البحث المقبل ان شاء الله، هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين.